اي سلام يا جماعه، قل قايل هل هي ماد اللي عايشين فيهم نحن تو بالاجراءات الاستثنائيه؟ ما فما كان قيس سعيد نجم نحكيوا عليه، لا محاله قربته، اما ماهوش هو. هو واحد لم كنت يخلط العين وما شربش، وصل للطور الثاني تاع الانتخابات الرئاسيه ضد قيس سعيد. صحيته نبيل القروي شهرة بلبل مكرونه اللي تشد في الزير بعد ما قطع وهرب من تونس. نبيل اللي عنده ثاني اقوى حزب في البرلمان المجمد، واللي عنده زاده قضايا نتاع فساد سياسي ومالي واللي تحب انت. اليوم باش نحكيوا عليه وعلى القضايا اللي تورط فيها، وعلى ذاك برا جيب شربك واجا اركش خلي نفرك الرمان. شنو باش نحكي وشنو باش نخلي دوسيك حموم نبيل؟ اما خلي نقول لكم حاجه، ريتو كيفاش الدنيا دواره ولا البارح في الايامات نبيل القروي دز ويولي رئيس الجمهوريه، وتوا هاو هارب ومقطع ومخلي كل شيء وراه. مش هذا السيد اللي قال لك يحب يدخل الامازون لتونس وما تابعه؟ ليه ومسكين والله، النهار اللي عمل فيه حزب وحب يخلط للسلطه وشد في البرلمان كثاني اقوى حزب قعد عام ونص، وجا قيس سعيد وجاب معاه اللحظه التاريخيه وجاب الحزب الكل على بر. اما مثالش خليني نفكركم كيفاه بلبل حب يلعب على انتخابات 2019 وحط الفيتاسات الكل باش يخلط للسلطه. خلينا نبداو ونحكيو كيفاش استغل الاعمال الخيريه وعمل جمعيه اسمها خليل تونس على اسم ولد الله يرحمه. بطبيعه ما تسحقش انك تكون تكتيك برشا باش تحلب، وانه بلبل حط عينيه على السلطه والرئاسه والبرلمان عنده اعوان تو. على ذاك الدوران في تونس الكل على الفقراء واللي ما في حلهمش ما بداش ايامات الانتخابات، اما بدا قبل بمده طويله تحت حس مس واللي مده اعوام ماكينه ابي القروي تدور في كامل تراب الجمهوريه وتفرق في الاعانات وتعاون في الفقراء. بطبيعه بلبل ضربه ضربتين ويهبط في الزيارات والحملات هذوما ويهبط معاه مصورين باش يصوروا اللحظات هذه باش بعد يخدم بهم. اقسم بالله لا نسلم فيكم. هاو قلت انا توا قلبي عمل هكايا ضرب معاكم. ما انا قلنا عاد وانه بلبل صور خرجات وزياراته للناس على اساس هو المنقذ. وريتو هذاك الكل خدم بهم بعد ماكينته الاعلاميه نسمه اللي في وقت الانتخابات حولت البوق بتاع دعايه اللي هو والحزب قلب تونس. انا منذ 3 سنوات قررت باش نمشي نعاون الناس. وبالطبيعه في نسمه قناه العائله اللي باش يجي يدافع على نبيل ويحكي عليه بالباهي مرحبا بيه، واللي باش يجيكم كوا يحكي عليه هكا ولا هكا ماذا بيه ما يوريش وجهه وما يعتبش القناه. هذا الكل وضارب القانون على الحيط، لا على بال لا بتجاوزات ولا هيئات تعديليه. خلي نفكركم علاش نقول في الكلام هذا، على خاطر الاشهار السياسي ممنوع في القنوات التلفزيونيه والراديوات. اكثر من هذا ممنوع على اي واحد يترشح في الانتخابات انه يكون عنده تلفزه ولا راديو، على خاطر والاكيد باش يشد التلفزه ولا الراديو وذاك باش يستعملوا كوسيله نتاع بروباغندا باش يلمع صورته في الانتخابات. واللي ما عندوش قناه ولا راديو يحكي عليه ويلمع له صورته ليا وليه ربي، وكيكا يولي ما عندناش مساواه في الانتخابات. في بالكم الخور هذا الكل كان في التلفزه؟ والله ليه مزيان الشيء. بعد عام الانتخابات تخرج لنا قضيه اسمها كارتاج اوبريشن اللي توري وانه نبيل القروي استغل شركه اسمها يو ريبوتيشن باش يلمع صورته في الانتخابات على الفيسبوك. في الظاهر الشركه ذي نتاع قطعة عامة وتخدم على روحها والفازيلة ذوكم الكل، أما كي تزيد تلوج تلقاها بتاع واحد لوبيست ولا خلي نقولوا ياخو فلوس باش يلمع صورة الناس. الشركة هذي تو سامبلومون تخلق لنا برشا باجيت وديفو بروفيل اللي يحكيو على الإنسان هذاك ولا المرشح هذاك ويخرجوه على أساس هو أحسن واحد في الانتخابات. ليه والله الشيء مزال، اصبروا عليا، بلبل مستكفاش وإنه يلمع صورته ويبيضها في تونس ويأثر على تونس إنهم ينتخبوه، أما زاد حب يقابل ترامب وبوتين، إي نعم. كيف ما قلت لكم حسب وثائق خرجت لنا ما عند وزاره العدل الامريكيه. لهنا لازمكم تعرفوا انه الامريكان راهم مش كيفنا نحن، كي يصير عمليه نتاع لوبيينغ لازم بالقانون تتصب في وزاره العدل الامريكيه. وجرد هالفازات والاجراءات هذوما الكل نحن اكتشفنا وانه نبيل القروي عمل صفقه مع شركه نتاع لوبيينغ مولاها واحد كان في الموساد. ليه وشوف بكل صحه رقعة كي جاي في المناظره قال لك انا كنت للتطبيع. بلبل وصل دفع مليون دولار للشركه هذه باش تركح له اموره في البلدان القويه واللي نجم يقابل فيها رؤسائها وكما كوا هاوكا يظهر اللي هو عنده معاد. ريتو هذا كل مش انا جاي في من راسي. راه محكمه المحاسبات في التقرير نتاعها جبدت خنا قلب تونس وحركه النهضه وعيش تونس، وزادت قالت اللي هما عندهم تمويل اجنبي واللي هي بالطبيعه حاجه ممنوعه بالقانون التونسي. ودايور الحكايه هذه تحل فيها
تحقيق والقضية شد الثيتة في المحكمة، وإن شاء الله القضاء يخدم خدمته قبل 3 سنين سينو يسلكوها وتسقط الجريمة. هذا الكل حسب القانون الانتخابي. بلبل مبردلها وفي باله بروحه ذا جاد فادر ولا توني مونتان. يا رسول الله وين ندور ونلوج عليه؟ نلقى كل القضايا مجبودة. ويمكن من أهم القضايا اللي نسمعوا عليها على نبيل القروي هي فساد وتبييض أموال وتهرب جبائي. بالرسمي لهنا نجم نقول لكم وإنه دوسيه راهو طويل عريض. السيد عنده إمبراطورية متاع شركات في تونس والبرة اللي كلها مربوطة ببعض. في اسم نسمة بركة عاملين به 4 أو 5 شركات. بلبل صرف الفلوس هذه الكل وجي قيس سعيد ب 37,000 وإكسبريس ربحوا بالانتخابات. بالطبيعة كنا سمعنا كتوقف بلبل في 2019 على أساس برشانيس خرجونا القانون اللي هذي تصفية حسابات سياسية ولينا سجين سياسي وينجم يكون أول رئيس في الحبس. ريتو بالخنار هذا الكل وبلبل دخل حبس قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، اما على خاطره هو حليف راشد الغنوشي في البرلمان وهو اللي عاون يولي رئيس البرلمان فخرج منها كشعر من العجين. قال لنا رشودة سيخرج نبيل القروي معززا مكرما وانا عندي ثقة في براءته. ريتو هذا الكل صار في ظرف العامين اللي تعداو، اما خلينا نتكربس بكم التالي ونتفكروا بلبل وين كان في المشهد السياسي. نبيل القروي يا جماعة بدا يخدم على كاريره السياسي من 2014 وقتها حد قناته على ذمة نداء تونس والبيجي قايد السبسي باش يلمع لهم صورتهم ويوريهم على اساس هم المنقذين اللي جاوا يسلكوا هنا من الخطر نتاع الاسلام السياسي. وفي الوقت هذاك جا خالد شوكات اللي كان قيادي في نداء تونس باش يشكر القناة وباعت القناة اللي عاونوهم باش يربحوا في الانتخابات. لا كبلبل امور تسريبات ما يفدلكش، فما تسريب وقتها خرج كيفاش نبيل القروي يحكي على اساس هو عاون نداء تونس والبيجي قايد السبسي وبعد ما ربح منهم حتى شيء. وفي 2016 نبيل القروي يخرج من الإدارة نتاع نسمة باش نجم يتفرغ للعمل السياسي ونديته. في الاخر نجم نقول هو انه نبيل القروي اللي مقطع تو عنده اعوام هو يعمل في المستحيل باش يخلط للسلطه ويولي رئيس وكيكه ما يتمسش. استغل فقره وانسه ومعاناتهم، خدم بموت ولده وعمل بيه جمعيه ودفع برشا فلوس لبرا باش يبيض صورته ويعمل راس مال سياسي. ريت الخنار هذا كل ما كانش نجم يسير لو كان فما دوله نتاع مؤسسات وقانون وقضاء واقف اللي يضرب اي واحد يحاول يعمل كيف بلبل. انا شخصيا نتمنى وانه نبيل القروي يرجع لتونس ويتحاكم محاكمه عادله بالطبيعه، اما يتحاسب على اللي عمله ويولي عبره لاي واحد يحب يولي كيف. هذه كانت حلقتنا لليوم اللي ما حكينيش فيها على قيس سعيد، اما على نبيل القروي وملفاته وقضاياه. كان عجبتكم الحلقه ما تنساوش تحطوا جيم، تعملوا كومونتير وتحطوا لنا ابوني وتبارطاجيوها مع اصحابكم. هذا انستغرام تاعي والانستغرام تاع نويت، وانا نشوفكم في الحلقه الجايه. باي باي.